بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. إذا كانت لديك حاجة وتتمنى من الله سبحانه وتعالى قضاءها، يقول العلامة المجلسي عليه الرحمة: من أراد حاجة من الله سبحانه وتعالى أن يحققها له فليغتسل قبل صلاة الصبح من يوم الجمعة. قبل صلاة الفجر تغتسل، والعنوان يعني بنية قضاء الحاجة، ويؤدي تسبيحات السيدة الزهراء عليها السلام، التسبيح فاطمة سلام الله عليها، ثم يقول 100 مرة الحمد لله رب العالمين على كل حال. كم مرة؟ 100 مرة الحمد لله رب العالمين على كل حال، ويصلي على النبي وآله 100 مرة، ولا يكلم أحدا حين الاشتغال بهذه الأذكار، فإن حاجته تقضى وهو مجرب. من يقول؟ العلامة المجلسي: فإن حاجته تقضى، وهذا ما جربناه كما يقول العلامة المجلسي. 100 مرة الحمد لله رب العالمين على كل حال، 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، لا تكلم أحدا حينما تشتغل بهذين الذكرين، قبلها تسبح تسبيح فاطمة عليها السلام، وقبلها أنت تغتسل قبل صلاة الفجر غسل قضاء الحاجة. جرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.